مرحبا مشاهدي الكرام على قناتكم ديما الجديد إلى هذا الفيديو. أخضعت الشرطة القضائية بمدينة مراكش المنتج البحريني محمد الترك مساء أمس الثلاثاء لأبحاث قضائية معمقة بعد وضع زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة لشكاية ضده لدى المصالح الأمنية. وتتضمن الشكاية تهم الإضرار بذمة زوجته دنيا بطمة المالية عن طريق التصرف بسوء نية في أعمالها الفنية والتشهير والقذف والخيانة. وعقب تداول خبر رفع الفنانة دنيا بطمة لدعوى قضائية ضد زوجها ووالد نجلتيها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، خرج المنتج البحريني محمد ترك عن صمته كاشفا حقيقة الخبر الذي أفاد اتهام بطمة له بالعنف والتهديد وخيانة الأمانة والابتزاز. واختار الترك الحساب الرسمي لشركته للإنتاج على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام من أجل الرد على الخبر الذي غصت به أمس العديد من المواقع والصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير. ونفى الترك صحة الأخبار المتداولة عبر ستوري جاء فيها: كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، وزوجتي التي أعرفها لأكثر من 11 عام لا تقدم على هذه الدعوة أو الخطوة لأنه ليس هذا من أخلاقها ولا تربيتها. وتابع: زوجتي سافرت إلى مكان بعيد وما زلت أنتظرها كي تعود، وسأبقى أنتظرها لأننا تعهدنا ألا نترك البعض أبداً. ويشار أن الشرطة أخلت سبيله بعد التحقيق معه. وأيضا يروج لتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري كموعد لأولى جلسات طلاق الفنانة دنيا بطمة وزوجها محمد الترك. بالمقابل وأمام الترويج لكل هذه الأخبار، التزمت الفنانة المغربية الصمت ولم تعلق على الموضوع ولم تنفي أو تؤكد صحة الأخبار المتداولة. وتستمر دنيا بطمة في نشر أعمالها الفنية وأيضا حفلاتها من أعراس ومهرجانات، وأيضا نشرت على عبر ستوري رقم هاتف من أجل إعلانات والحفلات. كانت هذه آخر الأخبار التي تروج حول الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها محمد الترك. شكرا لكم متابعي الكرام على مشاهدتكم للفيديو. دمتم بخير وإلى فيديو آخر إن شاء الله.